موحى مخلص رئيس قسم التواصل الخارجي مصلحه التواصل الخارجي. كما كتشوف هذا المعهد في شرف الدوره 29 ديال المعرض الدولي للكتاب، وباش يعرف بالانتاج ديالو. هناك مجموعه من الانشطه مبرمجه خلال الفتره التي يمتد فيها المعرض. هناك انشطه خاصه بمحاضرات حول مجالات الثقافه كالترجمه كالاعلام وغير ذلك، ثم تقديم كتب اخر اصدارات المعهد، كتاب السيد الامين العام لا جرامير جينيراتيف، ثم مشاركه المعهد كذلك في البرنامج العام ديال وزاره الثقافه. وهذه مناسبه للمواطنين والمواطنات باش يتعرفوا على العمل اللي دارته مؤسسه المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه. هذه احنا عرضنا في جميع الدورات، كيشارك فيها المعهد ديما وكيقدم انتاجات جديده باش يعرف بالمنتوجات ديالو. فهناك في مجال التاريخ، في مجال اللغه، مجال الترجمه، مجال الادب، مجال ادماج الامازيغيه في المعلوميات الى غير ذلك. الهدف هو نساهمه كمؤسسه المهام ديالها هي الحفاظ وتطوير اللغة والثقافة الأمازيغية كمكون أساسي في الهوية الوطنية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.